اهلا بكم قراء ومتابعي اليوم السابع، اهلا بكم مشاهدي تلفزيوني اليوم السابع. احنا النهارده في المتحف الحيواني. المتحف الحيواني في كل الحيوانات اللي حضراتكم شايفينها دي حقيقيه، مش مكتات، دي حقيقيه. النهارده احنا في رحله البحث عن عروسه البحر. يعني زي ما حضراتكم شايفين ده كبير لفوق، ده حوت، وهنا ده دب ماليزي، ودي زرافة، ودي غزلان. طبعا المتحف الحيواني من الحاجات المهمة جدا اللي الزوار بيحبوا يجوا يتصوروا هنا مع يعني الهياكل العظمية دي، لأن دي تاريخ. ده ثور، ده ثور يا جماعة، يعني بصوا، يعني دي سلحفة الفيل، دي قوقعة سلحفة الفيل. بصوا يا جماعة دي كبيرة جدا، ودي طبعا جماجم تماسيح حقيقية زي ما حضراتكم شايفين، وده طاووس. طبعا العملاق اللي في النص ده تمساح النيل، مشهور على مستوى العالم. طبعا طبعا الحاجات اللي انت شايفينها دي إدارة الحديقة بتعمل أقصى ما في جهدها عشان تحافظ عليه. فخلينا نكمل ونشوف فين عروسة البحر. البوم دي تعتبر نعامة صغيرة، دي حقيقية يا جماعة، الحاجات دي كلها حقيقية. رغم ان الدنيا عيد وفي ما شاء الله في اقبال، الا ان زي ما حضراتكم شايفين كده مفيش ورقه على الارض، يعني اداره الحديقه مش زي ما بيقولوا كده مش مخليه في جهدها جه. دي طبعا اسلحه، وده حاجات كان يملكها الملك فاروق وصور ليه. تعابين، بصوا يا جماعة، دي كانت موجودة هنا في 9 إبريل 1933، ونفقت في 6 يناير 1936. الأصلة الماليزية الضخمة دي كانت موجودة، يعني مش كانت موجودة فعلا، عاشت أكتر من 3 سنين في حديقة الحيوان، وفضلت بعد حتى ما ماتت فضلت موجودة، ولسه برضه في طريقنا عشان ندور على عروسة البحر. هو واضح ان هنا مفيش سلم تاني غير ده، فهننزله تاني. ناخد طريق مختلف. عشان ننزل. السلام. دي برضو أصلة ماليزية، بس دي اتبقى منها الهيكل بس.
دي جاية من جزيرة سومطرة، جت هنا في 3 مارس 1928. طولها 6 متر و80 سنتي. يعني المتحف الحيواني يا جماعة، التذكرة بالمناسبة عشان الناس اللي بتسأل التذكرة بكام، التذكرة ب10 جنيه زي ما شايفين كده، في كل حتة فيها أمن، لأن طبعا المقتنيات دي مهمة جدا. هنا المكان الجليدي، فين بقى عروسة البحر، هنا الحاجات اللي بتعيش في البحر، فين اهي عروس البحر. هي دي عروس البحر، ده ديلها. مش بالجمال اللي طبعا اللي كنا كتير مننا متخيله، هي من فصيلة اللي هي الفقمة، زي الفقمة دي، بس هي دي عروسة البحر الحقيقية، مش حورية البحر. حورية البحر دي ايه؟ اساطير. وده سبع البحر. طبعا يمكن شكلها كتير ما كانش متوقع كده، لكن هي دي عروسة البحر الحقيقية، وهي دي البيئة اللي هي بتعيش فيها. مفروض كل حاجة هنا بيحاولوا يخلوها طبيعية قدر الإمكان. عموما في نهاية اللايف بشكركم، أنا أسامة طلعت، كنت معاكم من المتحف الحيواني بحديقة الحيوان بالجيزة. شكرا لكم.